هذه المبادره كتجي في اطار الاستجابه ديال النداء ديال صاحب الجزائر الله ينصرو، اللي كيطلب من المجتمع المدني على انه باش ينخرط في العمليه التضامنيه والاستجابه للمجموعه ديال الانتظارات ديال الدكاتره وديال الاطباء ديال الممرضين اللي تيكونوا في الصف الاماميه. كاين هنا مجموعه ديال لي شاف دو كويزين وشاف باتيسي اللي كيساهموا في اعداد مجموعه ديال الوجبات لا الفتره ديال الغداء ولا الفتره ديال العشاء. هذه الوجبات هذه اللي كتوفر على مجموعه ديال المكونات اللي هي صحيه. حنا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله الله ينصرو باش يمكن لينا نتصدوا كلنا لهذا الوباء ديال الكورونا ونخرجوا من هذا الحجر الصحي سالمين غانمين ان شاء الله. بهذه المناسبه كنبغيو نشكروا السيد كمال الرحالي ورئيس الفيدراليه المغربيه لكره الطرف، والسيده لبنى طريشه اللي هي المديره العامه ديال مكتب التكوين المعنوي على الشغل، والمديريه الجهويه ديال مكتب التكوين المعنوي على الشغل، والمركز ديال التكوين المهني على الشغل بجيش لودايا اللي وفروا لنا مجموعه ديال المعدات ومجموعه ديال التجهيزات، وايضا الاطر ديالهم اللي كيساهموا معنا في هذه المبادره هذه. من ضمن يعني البرامج ومن ضمن داكشي المسكن اللي كدير في زيكولو دريار قررنا ان نديروا هذه المبادره الحمد لله. كنبغي نشكر السي كمال الرحالي هو الرئيس ديال الفيدراليه المغربيه لفنون الطب اللي فتح لنا تا هو هذا الباب وعطانا باش نبغي نساهم. كنبغي نشكر كاع الناس والشفاء اللي طوعوا معنا في المغرب وفي الرباط سيرتو. نو بان بحكم اننا اول جهه بدات الحمد لله هذه المبادره اللي هي جهه ديال الباصله. المبادره بدات الحمد لله في لوبيتال مولاي عبد الله باصله. كنا بدينا وصلنا العدد ديال 180 زوج 180 في العشاء وطوطال ديال 360 روح في الغرب. الحمد لله لقى استحسان كبير مع الاطباء ومع الكور ميديكال. المرحله الثانيه اللي دازت هي ديال الرباط اللي وصلنا دابا الحمد لله 380 وجبه في اليوم اللي فيها اونتري يعني مقبل وطبق ساخن ودسير. هذه المبادره درناها باش نقولوا للاطباء ونقولوا يعني الناس ديال السوبر ديال السكن الناس البوليس او كلهم اللي متجندين ضد هذا الفيروس باش ان حتى حنا رحنا معاكم اللي شفتوهم راه معاكم حتى حنا نقدروا نساهموا يعني بالجانب ديالنا لا المادي ولا المالي. ثاني حاجه اللي بغيت ناكد عليها هو ان هذه المبادره هي 100% فولونتير و 100% سوليدير. يعني لا بيت نون لوكراتيف، يعني ما حنا ما بغيناش منها الفلوس، حنا بالعكس تنبادروا بها وتنديروها حبا في الوطن وتحت رعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بالنسبة للأطباق كما شفتوا معنا الأطباق هي كلها كتصاوب هنايا، لا ماتير بريمير من هنايا ما كيجيو حتى شي حاجة واجدة، لا بالنسبة للأطباق الباردة ولا الأطباق الساخنة ولا بالنسبة حتى للباتيسير أو الميسير كلهم كيديروا. كنحاولوا أننا لي بلا أو بالنسبة للوجبات يكونوا الوجبات متوازنة إيكيليبري كما تنقولوا، يكون فيها الفيتامين دي، يكون فيها الفيتامين سي، يكون فيها يعني النشويات، يكون فيها البروتين باش أنها تكون وجبة متكاملة باش أن الإنسان أو ذاك اللي خدام يقدر. بالنسبه للناس اللي موجه لهم هذا الاكل هما لي ميدسان اللي كيكونوا في يعني في المستشفيات في البلاصه، او لي ميدسان اللي تيكونوا كونفيني او اللي دايرين الحجر، لان كل دابا تيعرفوا تقريبا 4 ايام ولا 5 ايام. لي ميدسان ما عندهمش الحق يمشيو لديرو، يعني كيدوزوا 24 ساعه في المستشفى و 48 ساعه كيدوزوها في المركز اللي هما تيلبسوا فيه. الو حنايا كنديروا اون بارتي كتمشي للوبيتال او السبيطار، كل بارتي كتمشي لعندو باش نفيديو انهم يتخالطوا مع الناس، او كديو لهم الماكله حتى لعندهم. يعني بغينا نوجدوا لهم الارضيه باش انهم يخدموا مرتاحين ويكونوا يعني مكونسونطري 100% باش نحاربوا هذه الوباء ان شاء الله. اليوم كنتواجدوا في المركز التأهيل المهني والتكوين المهني على الشغل جيش لودايا المتخصص في مجال فندق السياحة. اليوم جينا هنايا لبينا نداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولبينا نداء الفيدرالية ونداء الواجب الوطني
باش نتعاونوا مع اوطن وموظفي في وزارة الصحة. اليوم كنتواجدوا في هذا المطبخ البيداغوجي اللي كيتواجد في نفس السونتر اللي حنا فيه اللي كنا جبدناها ومركز التكوين المهني وإنعاء الشغل. وكنشكر بهذه المناسبة المديرة العامة للمكتب الوطني لإنعاء الشغل مدام لبنى طريشة اللي عطاتنا هذا المطبخ اللي كيتعد من المطابخ القليلة في مراكز التكوين المهني في المغرب عندنا. اليوم كنوجدوا اليوم كملنا 5500 وجبة في ظرف مدة 15 يوم. يعني هاد الوجبات اللي كنقدموا كيطلب مجهودات كبيرة وكيطلب عناصر كثيرة كما كتشوفوا معنا. تبارك الله عندنا خير رؤساء المطابخ في جهات مدينة الرباط لبوا نداء الواجب الوطني. احنا هنايا كما كتشوف تبارك الله البرودكسيون غادي يخرج دابا لفائده المستشفيات واطر وزاره الصحه. كنشكر جزيل الشكر السي كريم الرحال رئيس الفيدرالي المغربي للفنون والطبخ، وكنشكر جميع المساهمين اللي ساهموا معنا في نجاح هذه العمليه. كما كتعلموا كيعلم الجميع بان جميع المساهمات اللي كتجينا احنا اوتوماتيكمون كنصيفطوها نيشان لوبيتال اللي كنتعاملوا معاهم. وبهذه المناسبة كنزيد نشكر جزيل الشكر العائلات ديالنا والعائلات ديال شيف كويزين من زوجات وامهات واباء وابناء اللي غامضوا بصحتهم وخلونا نجيو لهنايا لهاد البادرة اللي كما كنقولوا اللي كتوليك روح المواطنة عند جميع المغاربة. وكنشكر باسم الفيدرالية المغربية للفنون والطبخ جميع رؤساء المطابخ اللي كيتواجدوا معنا هنايا وجميع أعضاء المكتب الوطني لجميع المكاتب اللي كتواجد في المملكة المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.